خلينا نشوف هذا التقرير عن بانوراما الجولة الأولى اللي تصدرها نادي الاتحاد. شهدت الجولة الافتتاحية لدور روشن السعودي العديد من الأحداث والنتائج، في بداية تؤكد احتدام المنافسة بين الأندية وتحديدا على اللقب. سجل الكرواتي أنتوليتش اسمه كأول لاعب يسجل في دور روشن السعودي عندما أحرز هدف الانتصار الوحيد لفريق ضمك في مرمى الفيحاء، مسجلا أول أهداف النسخة الحالية. نجح حامل اللقب الهلال في الانتصار على الخليج بهدفين دون مقابل ليحافظ على سجله خاليا من الخسائر في 15 مباراة افتتاحية في دور المحترفين السعودي، حيث انتصر في 14 مباراة وتعادل في واحدة. حقق الاتحاد 3 نقاط أمام مضيفه العدالة في أولى جولات دور روشن السعودي بثلاثة أهداف نظيفة، حملت 3 أهداف توقيع لاعبيه المحليين وهم أحمد شراحيلي وهارون كمارة وحمدان الشمراني. خسرت أندية المنطقة الشرقية في مبارياتها الافتتاحية في دور روشن السعودي سواء لعبت على ملعبها أو خارج أرضها، وهم الباطن والعدالة والفتح والخليج والاتفاق. حظي ملعب مرسول بارك بالحضور الجماهيري الأكبر في الجولة الافتتاحية للدوري، حيث استضاف مباراة النصر والوحدة ليكون عدد الحضور الجماهيري أكثر من 19,000 مشجع. شهدت الجولة انتصار 6 فرق محافظة على شباكها، وهي الشباب والاتحاد والهلال والتعاون والنصر وضمك، فيما استقبل فريقي الطائي وأبها هدفا بالرغم من فوزهما. لم تشهد مباريات جولة الافتتاح أي تعادل، كما لم تظهر البطاقة الحمراء في 8 مباريات ولم تحتسب أي ضربة جزاء. شهدت الجولة الأولى تسجيل 18 هدف خلال 8 مواجهات، استطاع اللاعبون غير سعوديين من تسجيل 10 أهداف، بينما سجل اللاعب المحلي 8 أهداف. استطاع أبها أن يحول تأخره أمام ضيفه الرائد بهدف إلى انتصار بهدفين، كأول فريق في دوري روشن يحول تأخره إلى انتصار. الوافد الجديد كونان بكرة عرضية داخل المنطقة، محاولة بالراس.